guest of honor, the world qari number one. In 1996, he won the world qira'ah competition, and since then, alhamdulillah, he has been doing the khidmah for the Quran all around the world. Inshallah, we will be giving you an update with regard to the Rahmamercy projects after the recitation of the Quran, inshallah. I will just do a small intro for the Sheikh in Arabic, inshallah, and thereafter, we all need to do the takbir and give a warm welcome to the Sheikh, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, innana fi hadhihi al-munasabah. نقدم لكم فضيلة الشيخ القاري حجاج رمضان الهنداوي كما أني أشكر له قدومه إلينا وتفضله بإرتاعنا لسماع آيات بينات من كلام الله سبحانه وتعالى وإنني باسمي ونيابة عن الحضور جميعا نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الهمام لتحمله أعباء السفر ومشقة الرحلة وكما نشكره لدعمه رحمة مرسي وقبوله مواصلة الرحلة والآن نلتمس ونرجو من فضيلة الشيخ أن يجل قلوبنا بقراءة القرآن الكريم فليتفضل مشكورا تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا يوم يقوم الروح والقلب
يداه ويقول الكافر